مين إرهابي؟ أنت إرهابي. مين إرهابي؟ أنا إرهابي. كيف إرهاب وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي. ماكلني وأنا عايش ببلادي. قتلني زي ما قتلت أجدادي. قتلش على القانون على الفاضي متاعد. بتلعب دور الشادي المحامي والقاضي. علي قاضي نادي بلادي. حلمك نقلف ومنحنا آلية. حلمك لليس والمغابرة الطرية. ديمقراطية والله كم نزية. من كتر ما اغتصبت النفس العربية. حبلة تولد ولد اسمه عملية انفجارية. وين ناديتنا الهبية يعني ضربتني وبكيت سبقتني اشتكيت لما ذكرتك انك بديت نتيت حكيت من دخلوا ولاد صغار يوم حضار من هم شاهد يضبوهم في الدار ليش كنا سيدي انه صح ضب الاهل تحت جار لما هو يرجع يطار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهاب وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي قتلني زي ما قتلت اجدادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رفع راسي قلت بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي اتشردوا وحضني انا مش ضد سلام يا سلام ضدي علاقي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد ورا همي بيكون زلمه تعملوا من رمي ومين انتو ليس انت كبرتو اطلع قديش قتلتو قديش يتمتو امياتنا بيبكو ابياتنا بيشكو اراضينا بيخفوا انا بقولكم مين انتو انتو كبرتو بتلاح انك كبرنا بجحر ومن كبر بوسع ومن كبر بجحر صار في دامتو مني اجرامي وانت يا ارهابي تناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهاب وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي مكني وانا عايش ببلادي ليش ارهابي عشان دم مشادي حامي عشان رفع راسه ارض بلادي قتل حبايبي انا الحال اهلي تشردوا راح اضلني انادي اه لما تضربني كف بعطيك خد تاني كنت تتوقع مني اشكر لاذاني تعرف ايش قلت له كيف بدك ياني راكع ركبي يدي مربطات عيون بالارض وجثث مسددات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلب شات انت امر انت ابر احنا نقبر ما علينا نصبر او جعلنا نصبر اهم شيء انك تحس بامان تريح وسيب ما هو دم دم كلاب قتلات لما الكلب يموت بركب الحيوان يعني دمنا ارخص من دم كلاب لا دم غير راح ادافع عنه بتديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين رهابي مين رهابي مين رهابي مين رهابي مين رهابي انت رهابي